أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، متواصلين معكم في دوانية التلفزيون. دائما يعني نسمع مقولة زينة وخزينة. مع الأيام أصبحت يعني هالزينة خزينة، وأصبح الناس يعني نسأل، وبدينا نتحول من الناس اللي يبدأوا يستثمرون في العملات انتقلوا إلى الذهب. بدينا نشوف ناس يتجهون إلى الاستثمار بالذهب. الشخص اللي عنده فلوس حاليا وده يستثمر فلوسه في الذهب، هل ننصحه أنه يستمر في هذا المشروع وهذا الاستثمار؟ هل الفترة الحالية فترة استثمار بالذهب؟ كل هالمواضيع هذه راح نتحاور فيها ونتعرف عليها أكثر مع متخصص في هذا المجال، أخونا فيصل وليد الجاسم، مدرب ومحلل معتمد في أسواق المال العالمية. يا هلا أهلا وسهلا فيك أخوي فيصل. مساك الله بالخير وعلى مشاهدينك الكرام في هذا البرنامج الطيب. أهلا وسهلا فيك، عسى الله يبارك لك. حياك الله، طول بعمرك. البارح كنا قاعد أقرأ أن الذهب ارتفع. أمس الذهب ارتفع، ولكن إجمالا هو في هبوط. ممكن البعض يتساءل متى يرتفع الذهب ومتى ينخفض الذهب. كقاعدة عامة، الذهب له مقابلة عدو وهو الدولار الأمريكي. فنظرية عامة وبشكل عام، إذا الدولار ارتفع الذهب ينزل، وإذا الدولار نزل الذهب يرتفع. فأمس كان يوم الجمعة، طلع خبر الوظائف الأمريكية وكان يعتبر من غير المتوقع، يعني بيانات سلبية فأثرت سلبا على الدولار الأمريكي، فخلى الذهب يصعد تقريبا من مستويات 1912 إلى مستويات 1943 تقريبا. يعني هذا الكلام اللي قاعد تقوله أخوي فيصل، يعني الإنسان العادي اللي مثلنا هل يستفيد منه يعني هذا، ولا الشركات هذه؟ أنا ترى إنسان بسيط، حالي من حالك عسى الله يحفظك. هي المعلومة تكون متاحة للجميع مبسطة قدر الإمكان، ويبقى الاستغلال سواء كان يا أفراد يا مؤسسات يا شركات يا بنوك. الاستثمار بالذهب ما له وقت، الاستثمار بالذهب متاح سواء كان كسبائك ذهب أو تداول أونلاين. المهم أنك على قولتهم تأخذ الأساسيات، سواء من كتاب مسموع أو من دورة كحضور أو من كتاب مقروء. لازم تعرف الأساسيات عشان تبدأ عندك مجموعة من المصطلحات على قولتهم يعني تصير وايد سهلة عليك. مثل شنو يعني أخوي فيصل الأساسيات اللي الشخص اللي عنده مبلغ الحين وده يستثمر يعني بالذهب، يعني وبالأساس يعني كلمة استثمار بالذهب يعني شنو مجالاتها؟ تمام، كلمة استثمار معناها تنمية الأموال. على سبيل المثال خلنا ناخذها بلغة الأرقام، عندي 5000 دينار كويتي، تمام، هدفي أن أنا بنمي الخمسة خليها 6 و7 و8 و9 و10، هذا هو الاستثمار. أما الاستثمار بالذهب عندك الله يسلمك 3 طرق، يا أما بسبائك الذهب أنك تأخذ سبيكة بسعر منخفض ولما يرتفع الذهب تبيعها وتستفيد من فروقات الأسعار، وهذه تحتاج وقت من الزمن. عندك ما يسمى بالليرات أو العملات، هذه لأصحاب الهوات وأنا شخصيا ما أنصح فيها. الثالثة وهو التداول أونلاين، عندك بورصة شغالة من فجر يوم الأثنين حتى الساعة تقريبا 11 يوم الجمعة، 24 ساعة 5 أيام، هذا هو استثمار بالذهب. يبقى السؤال الأهم، هل أنت عندك روح المخاطرة ولا لا؟ هل تقبل الخسارة ولا لا؟ هل المال اللي عندك رأس المال هل هو صبور ولا عجول؟ متى محتاج الأرباح؟ بعد 3 أشهر؟ بعد 6 أشهر؟ بعد سنة؟ وفي حال الخسارة، هل هذه الأموال فائضة عن الحاجة ولا من كيسك الحر؟ أي. هذه هي يعني تبي لها قلب قوي يعني انه طبعا يعني يبي لها. يعني دائما نسمع بعض المرات يعني بالديوانيه ولا المكانه وحتى يعني اي واحد من افراد الاسره يعني نعم. يقول ترى الذهب نازل اليوم، روح بيع. يعني هل كلمه يعني هالشغله هذه ناخذها من الناس مثلا؟ يعني هل صاحب المحل الذهب هو اللي يقرر هالشغله هذه؟ هو نازل ولا صاعد هذه حسب مستجدات عالميه ودوليه، ولكن خلنا ناخذها على مستوى المواطن البسيط. اليوم احنا في زمن ما بعد الكورونا وفي ظل التضخم، التضخم يعني لو ناخذ البساطه صار عندنا الله يسلمك كل شيء غالي. فعندنا قاعده اساسيه، لازم اليوم انت عندك كاش، فالكاش ملك. متى ما توفر الكاش ممكن تتخليه اليوم شيء من العملات، شيء من الذهب، شيء من التجاره، شيء من المعادن وتنوعها. اما الصايغ او في الديوانيه لما يقول لك الذهب نازل، مو هو اللي يقرر، بس انت اعتبرها فرصة لشراء مزيد من الذهب.
ودائما أنا يعني وايد أحب أنصح لما تيجي تشتري ذهب تأخذ على أجزاء. شنو معنى كلمة على أجزاء؟ أنت اليوم عندك 10,000 دينار كويتي، لا تأخذ فيهم طقة واحدة ذهب، قسمهم على 2000 2000 2000 2000، فبحيث ولنفرض أن الذهب مثلا سعره 2000 دولار، تأخذ لك شوية، 1900 تأخذ لك شوية، 1800 تأخذ لك شوية، عشان في المستقبل لما تيجي تربح راح تربح على مجموعة من الدرجات. شنو نوع الذهب اللي أشتري؟ أفضل شيء تأخذ عيار 24، وأنا حاط لك نموذج يمك. هذه المربع الله يسلمك الصغيرة، هذه؟ لا الثانية. المربع الصغيرة هذه سبيكة الذهب، هذه سبيكة الذهب بالميزان، وزنها 31.10 غرام. هذا الله يسلمك اللي بيدك، هذا نموذج يحاكي الذهب الحقيقي. هذه قطعة بلاستيك للدورات والاستشارات والتدريب. كم قيمتها اليوم؟ الكيلو أمس واصل 19,270 تقريبا، فأنت قاعد تتكلم الأونصة تتكلم تقريبا على 400 وشوي. إذا ما خاف ظني. شنو ذكرت أونصة وقيراط، شو الفرق بينهما؟ الأونصة اللي هو لما أنت لما تيجي تتداول، أنت قاعد تتداول على 31.10 غرام. هي باللغة العربية تسمى أوقية، عالميا تسمى أونصة. أما القيراط فهو معيار الذهب، مدى جودة الذهب. لما نقول عيار 24 فهو يعتبر قيراط 24. أنقى أنواع الذهب وأصفى أنواع الذهب هو 24. ننزل تحت درجة، عندك 22، عندك 21، عندك 18. ليش يروحون 18 أكثر شيء؟ يروحون 18 لأن شوية رخيص، لأن في مجموعة من الشوائب ولونه حلو. يعني أنت عندك 24 يلق يلمع. نقي هذا ذهب صافي؟ أي واحد فيهم؟ 24؟ 24 صافي بدرجة 9.9. وش رقم هذا؟ أو 3.9.5 أو 3.9.3. يعني يعتبر نقي بدرجة 99%، خلينا نقول. كل ما نزل عيار الذهب زادت الشوائب اللي فيه. ممكن يكون في رصاص، ممكن يكون في نحاس، ممكن يكون في ألمنيوم، ممكن يكون في مجموعة من المعادن الثانية ليسهل تشكيله. ولكن عموما المستقبل للذهب وهو الملاذ الآمن وأداة للتحوط. يعني شنو اللي عندك تقول ملاذ آمن؟ يعني ملاذ آمن خلنا ناخذها بشكل بسيط جدا. إذا بنروح على بعض المسلسلات العربية والأفلام العربية، لما نشوف ضائقة مالية لرب الأسرة، تلقى الأم أو الزوجة والأخت تشمر عن ذراعها وتطلع الذهب تبيعه فتفك العق. هذا بالنسبة للمسلسلات، فسمي بذلك زينة وخزينة. نرتفع على مستوى الدول شوية، تلقى كل بين فترة وفترة مجموعة من الإحصائيات يقول لك الدولة الفلانية عندها احتياطي من الذهب هالكثر طن. ليش؟ هي تاخذ ذهب بحيث اذا صار عندك ازمه اقتصاديه ماليه الذهب يدعم العمله ما يخليها تطيح. خلنا ناخذ مثال بشكل سريع. عندنا مثلا جمهوريه تركيا، قبل فتره انهارت الليره التركيه لمستوى قياسي جدا، فطلع الرئيس انذاك وصرح وطلع تقرير رسمي بان البنك المركزي عنده اكثر من 5000 طن، فعدل العمله بشكل لحظي. فهو يعتبر أداة للتحوط وملاذ آمن. بلغتنا احنا نقول زينة وخزينة. ودنا نروح على يعني موضوع الناس اللي عندهم يعني فلوس قليلة وودهم يعني الربح السريع ويروحون على التداول، يعني حالهم حال غيرهم، يعني ودهم يعني ان فلوسهم يعني تزيد. يعني ودنا نتعرف يعني شلون طريقة التداول بالذهب. يعني ممتاز التداول. قبل لا أقول لك الطريقة، بس أنا ودي أستغل برنامجك الطيب ووجودك الكريم ونبه حبتنا مجموعة من المشاهدين أن الحذر ثم الحذر ثم الحذر من الاشتراك في بعض الشركات الوهمية، لأن صار عندنا نصب احتيال وسرقة المعلومات بشكل جدا صعب وجدا سهل بالنسبة لهم. ثاني شيء لازم أنك تتعلم عشان تتداول. تداول الذهب أستاذي الفاضل بكل بساطة، أنت تفتح لك حساب تداول بواحدة من الشركات المحترمة، يعطونك يوزر نيم باسورد مع أبليكيشن. هذا الأبليكيشن أول ما تدش مجموعة بورصات أمامك، منها بورصة الذهب. تشوف طبعا أنت على يمينك حركة الذهب صاعد نازل صاعد نازل صاعد نازل. من خلال المبلغ اللي عندك اللي يكون بالدولار الأمريكي، أنت قاعد تضارب، قاعد تبيع الدولار مقابل الذهب بمبلغ بسيط، ولنفرض $1,000 بما يعادل يمكن 300 دينار 310.
الضارب بشكل بسيط مضاربة معناها صفقات سريعة، صفقات سريعة وقصيرة المدى، يطلع لك باليوم خلينا نتكلم على سبيل المثال 50 دولار، 60 دولار، 70 دولار، أقل أكثر، ولكن مجال عالي المخاطرة. مدينا بالعالي وايد عشان لأن البعض ممكن يستسهل أنه والله خسارة 10، خسارة 20، خسارة 30، خذاله قرض، خسر، باع سيارته، يعني لأن وايد قصص صادفتنا في هذا المجال. شيء بالضبط، شيء يرشي. مجال يستاهل؟ نعم. مجال يسوى؟ نعم. في ربح؟ نعم. ولكن لازم أنك تسوي الهومورك مالك بكل أمانة، بكل مصداقية، بكل حيادية، بناء على مجموعة من الأسئلة اللي سألتك إياها. هل رأس المال هذا قرض؟ هل هو سلف؟ هل هو فائض عن الحاجة؟ هل تعلمت صح؟ هل تعلمت من ناس مختصة؟ ولا مجموعة من وسائل التواصل الاجتماعي؟ ولا مجموعة من الكتب؟ اللي علمك هو فعلا ربحان ولا خسران؟ لازم تجاوب. ولكن يبقى عندنا بعض الحسابات للأسف اللي ما عندهم المصداقية العالية، يحطوا لك إعلان أن افتح عندنا حساب، أودع 1000 كويتي، تأخذ أرباح شهرية 100-200 دينار، يعني يأخذ منك 1000، يأخذ منها 1000، لما يجمع له مبلغ يسكر الحساب ويمشي. فلذلك يعني الحذر والحيطة والحذر في اتباع مجموعة من الشركات الوهمية. الناس العاديين أخوي فيصل، يعني هل تنصحهم يشترون مثلا الذهب العادي، يعني الحريم اللي يشترون ذهبهم العادي، ولا السبائك؟ يعني شنو الآمن، واللي إذا صار يعني نزل الذهب على طول عليه الطلب يعني؟ تمام، خلينا نوضح شغلة هنا أستاذ الفاضل. سبائك الذهب لما تباع، تباع بسعرها الحقيقي. أما المشغولات اللي هي الغوايش والتراتشي والسلاسل، هذه ما هي ذهب صافي، فيها مجموعة من الشوائب. فالصايغ مضطر أنه هو لازم يذوبها، فيفصل مجموعة من المعادن عن الذهب ويحاسبك على باقي الذهب، فهني أنت عندك القيمة شوية انزلت. فلذلك دائما احنا نوضح طبعا للسادة المشاهدين، نقول لهم استثمار معناها أنك تاخذ سبائك ذهب أو ذهب ملبوس أو ملموس، وتخليه عندك ما يقارب مو أقل من 3 إلى 5 سنوات، هذه كبداية. وإذا تقدر حق عيالك، الله يطول بعمرك إن شاء الله، حفظ لك عيالك، زين على زين. أما إذا تبي الربح السريع، فأنصحك أما تشوف لك مشروع آخر، أو أنك تتعلم التداول، بين قوسين هو مجال عالي المخاطرة. يعني الحين يعني أي مراوي أو موظفة عندها فلوس على طول تتجه لتشتري ذهب، يعني أنت شنو نصيحتك يعني لهم؟ شنو الشغلة اللي يشترونها يعني اللي يستفيدون منها؟ أنا أنصح الجميع وأولهم نفسي، أول ما ينزل راتبك تأخذ منه 10%، إذا بنتكلم بالمتوسط أو بشكل نظري، خلينا نقول جميع الكويتيين راتبهم 1000، 10% اللي هو كم؟ 100 دينار. تمام، نزل راتبك اليوم، شنو التزاماتك؟ أنا هذا ما يهمني، أنا بالراتب كم ينزل؟ 1000. تأخذ منه 100، تروح سوق الذهب وتقول حق الصايغ عطني بالأمية ذهب، ويجب أن يكون مغلف وليس قص. شو الفرق بينهم؟ الفرق في سنوات ماضية كنت أنصح بالقص، القص اللي هو سبيكة مربع يقص لك منها قطع يعطيك إياها. ولكن مع وجود النصب والاحتيال وممكن الواحد يبيعها خارج الكويت، أنصح بالمغلف، فيها الدمغة الجديدة، فيها سيريال نمبر، مختومة، مجمركة، فيها كل شيء. فتاخذ بالأمية ذهب، عاد أنت وحظك، يطلع لك يعني حسب سعر الذهب، يطلع لك نص جرام، يطلع لك لا بعد مو نص جرام، أكثر بعد، يطلع لك ممكن 5 جرام، 10 جرام، 15 جرام، تبدأ تجمع فيها على مدار السنة والسنتين والثلاثة، واعتبرها هذا حساب طوارئ بعيد الشر. إذا في المستقبل تبي سيارة، زواج، مستشفى ولا شيء، عندك هذا الحساب طوارئ، وفلوسك على قولتهم في غنيمة ما تروح عليك. أما وقت البيع، ما أفضل أنك تبيع الذهب إلا لا قدر الله وقت الحاجة، يعني ضاقت فيك الوسع. حتى لو نازل الذهب مثلا تشتري، ولا تشتري تمام، او الذهب مرتفع مثلا ابيع، ولا ليش تبي تبيع؟ محتاج ولا مو محتاج؟ اذا محتاج اي بيع، اذا انت مو محتاج او قادر، او انه مثلا قادر انك يعني تمشي امورك مثل الوديع، يكسرها ولا لا؟ لا تكسرها، خلها، لان حسب التقارير اللي اصدرت مؤخرا من مجلس الذهب العالمي في الشقيقه الامارات، متوقع حسب ما قالوا المحللين أنه ممكن توصل سبيكة الذهب صغيرة توصل إلى 3000 دولار. نعم. يعني 1000 كويتي تقريبا. ودنا ننتهز فرصة وجودك يعني أخوي فيصل، يعني هالشغلات هذه اللي أنا عندي، شنو هذي له؟ هذه عملات ذهب منقوشة عليها رؤساء أمريكا.
حسب ما قيل بأنهم اللي وضعوا الدستور الأمريكي في هذاك الوقت. جت لي فترة كنت أقتني من بعض المزادات الذهب وقت البيع الواحد يكون محتاج، فطحت لي على كم شخص كانوا محتاجين، فعقولتهم كانت فرصة بالنسبة لي أني أقتني بعض عملات الذهب أو المطلية ذهب، منها للذكرى أو حق المستقبل، ومنها تكون نموذج لبعض الدورات والاستشارات اللي أنا أقدمهم. أيضا ودنا نروح على قاعد نشوف عملات كويتية بعد. نعم. هذا الله يسلمك، عندنا بنك الكويت المركزي مشكورا يصدر كل بين فترة فترة مجموعة من المسكوكات الذهبية بسعر رمزي جدا. هذه عندك الأفلاس الكويتية من فلس لمية فلس. هذه الله يسلمك فضة مطلية ذهب، حسب ما أذكر إذا ما خانتني الذاكرة 70% منها فضة، 20% منها أتوقع نيكل، و10% اللي هو اللون الذهبي. هذيلا كان عندي كورنر في واحدة من شركات التداول، وكنت أعرض مثل متحف صغير حق اللي بيزور حق اللي بيشوف مجموعة من الدورات. لما نسويها نبي نعرض للناس الذهب. الذهب لما تمسكه سبحان الله غير، يعني مثل ما يقولون هو سلعة الله في الأرض ومحبوب منذ القدم، من أيام الحروب والغزوات كان يعتبر هذا الغنيمة، هذا الهدية، هذا المهر، وما زال حتى هذه اللحظة لما أنت عندك مولود ولا مولودة ولا عندك مناسبة ولا شيء، ما في أغلى من الذهب أنك تقدمه للناس. صح. إحنا قاعد نتكلم عن الذهب الأصفر، في الذهب الأبيض، في ذهب أبيض، في أزرق، في أخضر، في وردي، هو نفس الذهب ولكن مضاف عليه مجموعة من الألوان فيتحول اللون بصيغة طبعا كيميائية. بالكويت شفت إذا ما خاب ظني مرة كان عندنا واحدة من الأخوات جتنا دورة، فكانت لابسة قلادة من الذهب لونها بنفسجي، من بعد الدردشة كذا الأخوية كزمالة عرفت أنها ماتتها من فرنسا. ما أعرف تفاصيل العقد، ولكن أثناء البيع أيضا لازم تحط ببالك أنه لازم ينشال اللون، لازم تنشال الشوائب، لازم تنزل يعني مجموعة من الإزالات الخاصة بالشوائب، فيحاسبونك على المعدن الصافي، فغالبا بتكون يعني قيمته شوية قليلة. والفضة يعني في ناس يعني متجهين إلى هذا الموضوع، هذا موضوع الفضة أخوي فيصل. في الآونة الأخيرة نعم الفضة بدأ يأخذ مساحته في أسواق المال. الفضة يعتبر هو التوأم للذهب، فما يجري على الذهب يجري على الفضة. الفضة وايد أرخص. الفضة الفرق بين الذهب والفضة، الذهب نادر الوجود وصعب الاستخراج، بمعنى لما تيجي تدور على الذهب وين تلقاه؟ تلقاه يا في سفوح الجبال يعني في قمة الجبل، يا بين أخاديد الجبال، يا تحت القيعان والأنهار تحت التربة، فالأماكن خطرة وعرة واستخراجه غالي، عكس الفضة فهو متوفر بشكل جدا كبير. حاليا اللي بيستثمر بالفضة ممكن يسوي نفس الآلية والاستراتيجية الخاصة بالذهب يسويها بالفضة، أو أنه مثل ما يقولون أو نحن نقول مثلا في بعض الدورات يل وقت ما بعد كورونا أنك تسوي لك محفظة خاصة في البيت شخصية ما بين الذهب والفضة وبعض العملات. 10% تأخذ أنت من راتبك، ممكن يعني ممكن خلينا نقول 50 دينار مثلا ذهب، 25 فضة، 25 عملات، ممكن تكون مبلغ بسيط نعم، ولكن مع الاستمرار راح يكون مبلغ وايد كبير. الحين الواحد عنده فضة يروح السوق يبيع، في أحد يشتري منه؟ أي عادي الكل يشتري، وحين شوية نازلة. نازلة شوية يعني يشتري واحد فضة الحين وين؟ والله بالنسبة لي الشراء يكون بأي وقت. هل الناس متخصصين يشترون الفضة ويعني الناس العاديين نشوفهم يعني كله ذهب يعني؟ هو المتسيد الأسواق، وهو اللي يأسر القلوب مثل ما يقولون. صح. وهو اللي له الغلبة، يعني هو ملك المعادن وأمير المعادن. الذهب وعفوا الفضة وبعض المعادن يصيرون وراء بالترتيب أو على التوالي. أما الشراء أنا أنصح الشراء في أي وقت كان في سبيل الاستثمار لشيء بسيط يطول بعمرك. إذا بنتكلم على أي سيارة لأي فئة بدون إعلان، خلينا نتكلم على جيب صناعة أمريكية، كم سعره قبل 10 سنوات؟ 10,000. حاليا كم سعره؟ 17,000. بعد كم سنة؟ 20,000. فالأسعار قاعدة تزيد ما تنزل. قيسها على الذهب، لو نسأل مجموعة من الخوات كم كان جرام الذهب؟ كان 3 دنانير، صار 8 دنانير. حاليا جرام الذهب وأنا قاعد معك 19 دينار و250 فلس، يعني صعب يرجع للعشر دنانير.
على فكرة يعني الأستاذ فيصل، يعني مثلا الحين مرة عندها مشغولات ذهبية قديمة طلعت مثلا الشغلات جديدة، هل هذا يعني لا علاقة بسعر الذهب أو نوعيته؟ الذهب يبقى ذهب ما يتغير، ممكن مع مرور الزمن يسود من كثر الاحتكاك. بعض الأخوات يودونه للصايغ يذوبونه ويشكلونه مرة ثانية. أي أما أن له علاقة بالديزاينات الجديدة، للأمانة ما له اهتمام كبير في المشغولات اليدوية، ولكن يبقى الذهب ذهب وين ما كان، ما له جنسية، ما له عمر، ما له لون. في ليرات إنجليزية وإماراتية، هذا في فرق بينهم يعني؟ أي في الليرة الله يسلمك الإنجليزية يكون عليها بعض النقاشات، بعض المنقوشات الإنجليزية. أنا حاط لك نموذج الله يسلمك يمك، هذه ليرات هندية سكت في سنة 1800 مثل ما هو موجود. عندك ليرة ذهب عيار 18 وعندك ليرة فضة، هذه تعتبر أجنبية، فلو تلاحظ عليها بعض النقوش الخاصة بالهنود الحمر وغيره. يطري علي في واحدة من الدول شفت واحدة من الليرات عليها دب اللي هو الباندا. في بعض الدول يحط لك رموز الدولة. أيضا ودنا بعد نلفت الانتباه لبنك الكويت المركزي قبل سنة أو سنتين إذا ما خانتني الذاكرة، أصدر مسكوكة ذهبية نقش عليها رموز الخليج العربي الحكام في هذاك الوقت. طبعا هي بادرة جميلة منهم. الليرات لها معنى لأصحاب الهوايات. ممكن على سبيل المثال يعني تكون الليرة قيمتها 100 دينار، بس لأن هذا الرمز له ود بالنسبة لك، له مكانة بالنسبة لك، ممكن تأخذها بسعر مثلا مرتفع. نعم. بعض مرات أستاذ فيصل واحد مثلا عنده ساعة ذهب، يعني هل عندما يقتني مثلا ساعة ذهب هل هذه أيضا يعني هو لابسها ومستخدمها وقت ما زالت خزينة بيده، يعني هل مثلا أنت تنصح أنه والله أن الذهب يتحول إلى شغلات ثانية مو فقط يعني سبيكة؟ بالنسبة لي أفضل السبائك، لأن كلما تم تشكيل الذهب لأشكال أخرى يضاف عليها مجموعة من الشوائب فينزل المعيار. أنا هدفي أن في المستقبل لا قدر الله لو صارت أي مشكلة أحصل أكبر قدر من المال من خلال هذا الاستثمار. أما اللي عايش مرتاح ويا ربي لك الحمد مكرم عليه بزيادة، ممكن يشكل، ممكن عاد يخلي ميدالية، ممكن يخلي خاتم، سلسال، إكسسوار، ممكن يخلي أي شيء خاص عنده مثلا في البيت ولا في السيارة. سفرتك الجاية وين؟ أنا والله من عشاق تركيا صراحة. من عشاق تركيا، ولي جولات بسيطة في أسواق الذهب هناك، ولي تعاملات مع بعض الصاغة، قاعد نتبادل بعض التحليلات، بعض التقارير، اقتنيت بعض العملات لبعض الرموز هناك عندهم، لما فيها مفخرة بالنسبة لهم، وبالنسبة لي هذا شيء جديد ممكن يفيدني في المستقبل. بنخلي الذهب على صوبي، على أي أساس تختار الفندق؟ تقول والله الفندق الفلاني أنا بختاره، شنو الميزة اللي فيه اللي أنت يعني بناء عليه تلين عندنا التقرير عن الموضوع؟ تمام. الفنادق عندك الله يسلمك ثلاثة، يا أنك تأخذ عن طريق الديوانية وناصحينك فيه، وأنا هذا صراحة ما أخذ فيه، يا عن طريق بعض التطبيقات المتخصصة زين شين بنفس الوقت، يا أنك تروح بنفسك. آخر سفرة للأمانة خذيت عن طريق التطبيق، ولكن حجزت ما دفعت، لما شفت على أرض الواقع دفعت. بالنسبة لي وهذه نصيحة للجميع، إذا تبي تأخذ فندق يا ريت يكون على مطل، ويفضل يكون على بحر لصفاء الذهن وسمو النفس، وسبحان الله تكسر الطاقة تكسر الطاقة السلبية وتستمد مجموعة من الطاقة الإيجابية، وكافي أنك تشوف عمق البحر الأزرق. نعم. زميلنا يعني حمود عادل يعني كل أسبوع عنده فقرة ومنوعة ودائما يجيب لنا شغلات غريبة، فاليوم عنده أخوي فيصل يعني بيتكلم شلون نحن نقول والله هذا الفندق 4 نجوم ولا 5 نجوم، على أي أساس يعني تحدد هذه النجوم؟ لكن قبل نشوف يعني تقرير زميلنا بودنا نشكرك أخوي فيصل، والله أعطيك الصحة والعافية، والله إن شاء الله دائما يغريك من فضله. الله يحفظك وياك استاذ الله يعطيك الصحه والعافيه، روحك جميله محمود عادل.